خميس مع بيومي فؤاد كانت عامله ازاي؟ دومينو والقهوه صحابك كنت بتعمل فيها ايه؟ زي انت ما بتقولي كده، الدومينو والقهوه، واليوم كنا بنستناه دايما، اليوم الصابح فيه الاجازه، الصابح فيه الجمعه يعني. حتى من ايام المدرسه، هو طبعا احنا ما كانش مسموح لنا قوي نروح قهوه ايام المدرسه يعني، بس يمكن ايام الجامعه وبعد الجامعه بشويه، من بعد ما اتخرجنا كانت بتبقى القعده بتاعت القهوه والدومينو والحاجات ديت في الخميس، الشله ديت كانت متعتي الوحيده يعني. ايه حكايه الكنبه اللي كنت بتنام عليها لحد ما تخسر؟ ايه ده؟ مش عارفه، قالوا لي كده. عرفت الحاجات دي ازاي؟ عندنا الاعداد شاطر جدا. لا، لما اخسر، مش لحد ما اخسر، لما بخسر. لما تخسر تنام على الكنبه. كان بيبقى الشله دايما، بس ده ما بيبقاش على طبعا، ما بيبقاش بره، بنبقى موجودين في مكان يعني، في بيتي، في بيتهم، في اي حاجه في الدنيا، نقي حتى لو على كرسي كانوا بيسمينه الكنبه. هو دايما لما اخسر الجيم يعني، حد تاني بيخش عشان يلعب، فبيقولوا يلا، كان على طول الجمله اللي عندهم يلا الحق الكنبه، ان انا انام على الكنبه لغايه ما يجي دوري تاني. بس سؤال بديهي، امتى بيومي فؤاد بيلاقي اصلا وقت فراغ وسط انشغاله بافلامه ومسلسلاته ومسرحياته؟ والله لو في ساعه فاضيه ما بين الحاجات دهيت وممكن اقابل فيها حد من حبايبي ونقعد فيها في كافيه، في قهوه، ولا اي حاجه في الدنيا، ده كان بيتم، وبيتم كتير جدا. لو عند طبعا عندك حق في ان ما فيش وقت، بس هو دايما بيبقى ما بين الحاجات يعني، قليلا ما بيبقى يوم مخصوص للموضوع دوت زي زمان، لا بيبقى ما بين الحاجات والكلام ده، ان هو ممكن لو في ساعتين زمن ما بين اوردر واوردر او الكلام ده. اساسا ايه يعني؟ ان لقيتهم اساسا الساعتين، لقيتهم بالظبط يعني. بعد لما عملت ما شاء الله تقريبا اكتر من 1000 حاجه وحاجه و1000 دور، ايه اللي بيومي فؤاد نفسه يعمله؟ دور يشبه شيخ العرب همام، الدكتور يحيى الفخراني، لان انا بحب الدور ده جدا، واتمنى ان انا اعمل حاجه شبه كده، ان هو يبقى شخصيه قياديه، مش شرط يبقى رئيس ولا وزير ولا سفير. ايه تاني غير شيخ العرب همام؟ انا نفسي من زمان اعمل صعيدي، لكون الصعيدي لغايه دلوقتي ما عملتش صعيدي. نفسي اعمل دور صعيدي يبقى كويس ويعلم مع الناس يعني. نستنى.